بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكل الإخوة الكرام إلى هذه الفقرة لتعلم اللغة الفرنسية مع كتاب بيالي كومبخوندر كالعادة. لازلنا مع هذا الصوت، صوت و، صوت و، طبعا يأتي في آخر الكلمة. توقفنا مع هذه الكلمات دي فوان ان بون بوان سي لوان لو كوان دو لاغي، لو كوان دو لاغي. دي فوان مينا العشب، طبعا الذي ذكرنا بأنه يحصد ويجفف من أجل المواشي إلى غير ذلك. إذن عندنا دي فوان، دي فوان، دي فوان. ثم ان بون بوان، ان بون بوان. ان بون بوان نتكلم عن نظام تعليمي. ان بون بوان طبعا كما نقول نقطة جيدة، إذا المقصود به هنا طبعا هذه الكلمة تطلق على نظام تعليمي، يعني كانت توزع فيه قطع أوراق يعني مطبوعة في كل مجهود عند كل نجاح، أنها تعطى للتلميذ قطعة ورقة كأنها عملة نقدية. إذن كل 10 قطع من هذه الأوراق أنها توازي صورة صغيرة، وكل 5 صور صغيرة تعطي صورة كبيرة، وكل 3 صور كبيرة أنها تعطي جائزة، مثلا كتاب إلى غير ذلك. تستعمل هذه الأوراق طبعا في النظام التعليمي الفرنسي من أجل تشجيع التلاميذ على الاجتهاد. ثم سي لوان، سي لوان، إنه بعيد. Le coin de la rue.
Ensuite, nous prenons ces images et ces mots comme d'habitude. Nous prenons la première image et nous posons la question suivante. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Bien sûr, c'est le poids. C'est le poids. Le poids. Ensuite, nous passons à la deuxième image et nous posons la même question. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est un coteau pointu. C'est un coteau pointu. C'est un coteau pointu. Voilà, un stylo pointu. لكن هنا نتكلم عن هاد الجزئية. إذا نقول عنه بأنه pointy. Pointy يعني أنه كأنه مسمار عنده كالمسمار في آخره. Qui se termine par une pointe. Par une pointe. الذي ينتهي بهاد الجزئية. Ensuite, nous prenons la troisième image et nous posons la question qu'est-ce que c'est? Et nous posons la question qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est le foin. C'est le foin. Et de notre clé de l'oche. Nous prenons la quatrième image et nous posons la question quelle heure est-il? Quelle heure est-il? C'est midi. Moins 10. Midi. Moins 10. إذا نكملو نقول منتصف النهار ناقص عشرة ناقص عشرة دقائق. المقصود هنا منتصف النهار إلا عشر دقائق، يعني أننا سننتظر عشر دقائق ويكون منتصف النهار. إذا ميدي موانديس ميدي موانديس. إذا منتصف النهار ناقص عشرة، المقصود ناقص عشر دقائق. إذن لازالت متبقية عشر دقائق ليصل منتصف النهار لنكون في منتصف النهار. نبخونو لا سينكيام إيماج. كيسكو سي كيسكو سي سيتون بوانت سيتون بوانت. إذن نتكلم عن أون بوانت أون بوانت. إذن نتكلم عن أون بوانت. إذا المسمار طبعا ينتهي بهاد الجزئية الحادة. إذا نقول إين بوينت. طبعا المسمار يسمى لوكلو. نو باسون على سيزيام إيماج إي نو بوزون لا كيستيون كوفي لو كانار. كوفي لو كانار. إذا لو كانار في كوان كوان. لو كانار في كوان كوان. كما رأينا فيما سبق كوان كوان كوان. Font les petits canards sur l'eau. Quoi, quoi, quoi? يفعلوا صغار البطي فوق الماء. هنا عندنا le canard fait quoi, quoi? Ou bien quoi, quoi? Dit le canard. إذا quoi, quoi? يقول البط. يقول البط. إذا هذا البط يقول quoi, quoi? إذا طبعا عندنا لو فيرب دير. هنا طبعا عندنا لو فيرب فيغ. هنا عندنا لو فيرب فيغ. طبعا هاد لو فيرب فيغ فعل أو بيان لو فيرب دير أو بيان لو فيرب دير فعل قال عندها نفس المعنى هنا. كوان كوان دي لو كانار. نو باسون ليما سويفونت إي نو بوزون لا كيستيون كيسكو سي كيسكو سي. نو بخونون ليما سويفونت. Qu'est-ce que c'est? C'est le coin. C'est le coin du mur. C'est le coin du mur. طبعا le mur le مقصود به الحائط. Le coin du mur. إذا نتكلم عن ركن الحائط. كما نقول جانب الحائط. Le coin du mur. Ensuite nous prenons cette opération. Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a comme écriture? Qu'est-ce qu'on a comme écriture. Et de mettre une dana que kitaba, on a 13, 13, moins 5. 13, moins 5. 13, moins 5. Et de la une dana talette, ta achar, naqis, 5. 13, moins 5. Talette, ta achar, naqis, 5. Ensuite, nous passons à ce paragraphe qui a comme titre
Renée chez son oncle, qui a comme titre Renée chez son oncle. Chez son oncle, suite, suite. Renée chez son oncle, suite. Et dans Renée, عند عمي أو عند خاله كما ذكرنا سويت تابع. طبعا نتكلم عن تتمة, إذا نتكلم عن تتمة القصة كما عندنا هنا غوني فا شي سون أونكل. إذا عندنا هنا أيضا غوني شي سون أونكل, إذا غوني عند عمي. طبعا هنا عندنا غوني فا شي سون أونكل, غوني يذهب عند عمي. غوني يذهب عند عمه هنا غوني شي سون اونكل, غوني عند عمه في منزل عمه. دون لا ميزون دو سون اونكل يعني في منزل عمه. دون لا ميزون دو سون اونكل, دون لا ميزون, دون لا ميزون, دون لا ميزون دو سون اونكل, دو سون اونكل. إذن في منزل عمه أو في منزل خاله. روني a une petite chambre, روني a une petite chambre. إذن روني عنده غرفة صغيرة, المقصود بأن عم روني أعطاه غرفة صغيرة. dans la maison de son oncle, روني a une petite chambre avec des rideaux blancs à la fenêtre, avec des rideaux blancs à la fenêtre, avec des rideaux blancs à la fenêtre. Et donc, طبعا هاد الغرفة عندها ردوات بيضين à la fenêtre, يعني في النافذة, على النافذة. Avec des rideaux blancs à la fenêtre, avec des rideaux, avec des rideaux. Et مع ريدوات كما نقول بيضاء على النافذة. Il y a aussi un lavabo dans un coin. Il y a aussi, طبعا ذكرنا فيما سبق il y a هاد العبارة هاد الصيغة. Il y a هناك aussi, aussi, aussi أيضا, هناك أيضا un lavabo, un lavabo. هناك مغسلة, هناك أيضا مغسلة. dans un coin, dans un coin يعني في واحد الجانب, في واحد الجانب كما نقول في ركن ما. إذا كاينة مغسلة في واحد القنيطة كما نقول. il y a aussi un lavabo dans un coin, كاينة تما أيضا واحد المغسلة في واحد القنت. il y a aussi un lavabo dans un coin. tout est propre, tout est propre, كل شيء نقي, كل شيء نظيف. إذن الكل نظيف, الكل نظيف, نقصد بأن كل هذاك المكان نظيف. إذن كما نقول الكل هناك نظيف. تونو افيك سوان, إذن كما تلاحظوا بأن الفيرب تونير تستعمل مع الصيغة بشكل كثير. تونو افيك سوان يعني كما نقول بأنه مأخوذ بعناية, المقصود بأنه معتنى به. هذاك المكان أو هذاك السكن أو ديك الغرفة كلها معتنى بها, جد مرتبة ونظيفة. يعني هناك حرص على تنظيم هذا المكان وعلى نظافته. اي توني افيك سوان, اي توني افيك سوان. روني شي سون اونكل سويت دون لا ميزون دو سون اونكل. روني ا اون بوتيت شامبر avec des rideaux blancs à la fenêtre. Il y a aussi un lavabo dans un coin. Tout est propre et tenu avec soin. Tout est propre et tenu avec soin. René se lève, se lave et va déjeuner. René se lève, se lave et va déjeuner. طبعاً رأينا فيما سبق le verbe se lever, se lever, se lever. يعني فعل استيقظ أو نهض. ممكن نتكلم عن النهوض من المكان, إذا نتكلم عن لوفير سو لوفي. كما نقول بأن الإنسان ينهض نفسه, طبعا نتكلم عن لوفير لوفي أنك ترفع شيء. هنا زدنا لهاد سو كما ذكرنا فيما سبق
للدلالة على أن الشخص أو الفاعل أو الأشخاص، إذا كان هناك جمع، هذا الشخص قام بالفعل على نفسه، قام بالفعل على نفسه. ممكن نقول إليف أن ستيلو، هو يرفع قلما. ولكن هنا إذا أردنا القول بأنه رفع نفسه، هو نهض، إذن سنضيف هذا السون حتى نقول بأن هذا الفاعل طبق الفعل على نفسه وليس على القلم. إذن غون يستيقظ، بمعنى آخر أنه ينهض، ينهض من النوم. سولاف طبعا لو فيرب لافي أيضا بنفس الطريقة، المقصود بأنك تغسل. إي لاف سا فواتور، هو يغسل سيارته، إذن هو تغسل سيارة أخرى. ولكن إذا كان يغسل نفسه طبعا نضيف هذا السون، إذن سولاف، سولاف يعني أنه يغسل نفسه، المقصود بأنه ذهب ليغسل وجهه، ليغسل يديه، وربما ليغسل رأسه. إذن نستعمل هذا الفعل سولافي. إيفا ديجوني، ثم ذهب ليفطر، ذهب يفطر. غوني سولاف، غوني يستيقظ، سولاف يغسل، إيفا ديجوني ثم يذهب ليفطر. غوني سولاف، سولاف إيفا ديجوني. غوني سولاف، سولاف إيفا ديجوني. غوني سولاف، سولاف إيفا ديجوني. طبعا نتكلم عن لو بوتي ديجوني، يعني الفطور، ثم لو ديجوني المقصود بالغداء، ثم لو ديني العشاء. بونجور ما طونت، دي غوني جي فان. بونجور ما طونت، دي غوني جي فان، جي فان. بونجور ما طونت، يوم سعيد خالتي، دي غوني يقول غوني جي فان. ممكن أيضا نقصد بها عمتي أو زوجة الخال أو زوجة العم، تسمى لا طونت. بونجور ما طونت، يوم سعيد خالتي أو عمتي أو زوجة خالي أو زوجة عمي، عدا نفس المعنى. بونجور ما طونت، دي غوني يقول غوني جي فان، أنا عندي جوع، أنا عندي جوع، يعني أنا جوعان. بونجور ما طونت، دي غوني جي فان. بونجور ما طونت، دي غوني جي فان. Il n'y a plus de pain. Va à la boulangerie. Il n'y a plus de pain. Il n'y a plus de pain. Va à la boulangerie. Il n'y a plus de pain. يعني أنه لم يبقى خبز. لم يبقى هناك خبز. طبعا كما ذكرنا فيما سابق، إذا قلنا Il n'y a pas de pain، المقصود ليس هناك خبز. إذا قالت زوجة العم Il n'y a pas de pain، يعني ليس هناك خبز. كما لو تقول له ليس لك ما تأكله، ممكن أن الصيغة تفهم بهذا الشكل. إذا قالت له مثلا Il n'y a pas de pain، Il n'y a pas de pain، ممكن أن الصيغة تفهم لن تفطر، لن تفطر. Il n'y a pas de pain، ليس هناك خبز. ولكن هنا قالت زوجة العم Il n'y a plus، لم يتبقى. Il n'y a plus. كما نقول هنا ليس هناك زيادة دبة من الخبز، يعني أن الخبز الذي كان أنه نفد وليس هناك زيادة حتى يتبقى لك. Il n'y a plus، كما ذكرنا فيما سابق plus يعني زيادة. Il n'y a plus، ليس هناك زيادة كما نقول دبة من الخبز، بمعنى آخر لم يتبقى هناك خبز. Il n'y a plus de pain. Va à la boulangerie. Va à la boulangerie، اذهب إلى المخبزة. إذن طبعا ستطلب من غوني ليذهب إلى المخبزة ويأتي بالخبز. Il n'y a plus de pain. Va à la boulangerie. Va à la boulangerie. Va à la boulangerie. Ce n'est pas loin. C'est au coin de la rue. Ce n'est pas loin. ليست بعيدة. Ce n'est pas loin. Loin يعني بعيد أو بعيدة. Ce n'est pas loin. ليس بعيدا. C'est au coin de la rue. إنها في جانب الطريق. إذن جات واحد الركنية في الطريق. جات في الجنب ديال الطريق. جات واحد الركنية على الطريق. C'est au coin de la rue.
سي او كوان لا غي. غوني فا شي لو بولونجي. اذا غوني ذهب عند الخباز. طبعا لا بولونجري مخبزه. لو بولونجي الخباز. لا بولونجير الخبازه. طبعا نضيف او نضيف واحد لاكسون هنا. المقصود بها الخبازه. لا بولونجير صانعه الخبز او بائعه الخبز. اذا كما ذكرنا غوني سولاف سولاف ايفا ديجوني ايفا ديجوني. بونجور ما طونت دي غوني جي فان. Il n'y a plus de pain. Va à la boulangerie. Ce n'est pas loin. C'est au coin de la rue. Ce n'est pas loin. C'est au coin de la rue. René va chez le boulanger. Je voudrais du pain, s'il vous plaît. Je voudrais du pain, s'il vous plaît. Ana uridu khubzan min fadlik. S'il vous plaît, min fadlik. Je voudrais du pain, s'il vous plaît. Ana uridu khubzan min fadlik. S'il vous plaît, min fadlik. هذا ذكرناه فيما سبق. يعني إن كان هذا يرضيكم، إن كان هذا يرضيكم. طبعا نتكلم هنا على لو فيغ بلاغ. لو فيغ بلاغ يعني فعل أرضى، فعل أرضى، أنك ترضي، أنك ترضي. ومن مثلا كلمة لو بليزيغ، لو بليزيغ. جو فودغ دو بان سيل فو بلي. إل غابوغت أ لا ميزون أن بان توشو، توشو. إل غابوغت. طبعا نتكلم هنا على فيرب رابورتي يعني فعل جلبه. إيل شكون هو هاد إيل؟ طبعا هو غني. هو يجلب على ميزون. إيل رابورت على ميزون. إذا هو يجلب للمنزل أن بان توشو خبزا كل ساخن. المقصود جيد ساخن. جاب خبز باقي سخون. إيل رابورت على ميزون Un pain tout chaud. René déjeune avec du pain. René déjeune avec du pain et du café au lait. Et du café au lait. René déjeune avec du pain et du café au lait. René yafter ou yafter avec du pain. Bichobzin. Bichobzin. Comme on a dit, on a dit bichobzin. Bichobzin. Ou yafter belchobz. اي دو كافي اولي وبقهوه وبقهوه بالحليب وبقهوه بالحليب. اذا هو يفطر بالخبز يفطر خبزا ياكل خبزا ثم قهوه بالحليب. غوني ديجون افيك دو بان اي دو كافي اولي. اذا غوني يفطر بالخبز وبقهوه بالحليب قهوه بيضاء. بوي لفا سو بروموني dans la montagne. Puis il va se promener dans la montagne. ثم هو ذهب ليتجول أو ليتنزه. طبعا المعنى الصحيح. Puis il va se promener. ثم هو ذهب ليتنزه dans la montagne في الجبل. بعد ما فطر طبعا مشى للجبل باش يتنزه. Puis il va se promener. Se promener dans la montagne. ثم هو ذهب ليتنزه في الجبل. إذا كما رأينا جو فودري دو بان سيل فو بلي. إل غابوغت لا ميزون أن بان تو شو. غوني ديجون افيك دو بان إي دو كافي أولي. بوي إل فا سو بروموني دون لا مونتان. أون أوتو افيك سون أونكل إي سا تونت. أون أوتو افيك سون أونكل إي سا تونت. بوي إل فا سو بروموني دون لا مونتان. أون أوتو افيك سون أونكل إي سا تونت. ثم ذهب ليتنزه في الجبل أونوتو بالسيارة في السيارة. إذا هو ذهب ليتنزه في الجبل بالسيارة. افيك سون اونكل اي سا تونت مع عمه أو خاله وزوجة عمه أو زوجة خاله. إذا كما رأينا غوني شي سون اونكل سويت دون لا ميزو دو سون اونكل غوني أ أون بوتيت شومبر. Avec des rideaux blancs à la fenêtre. Il y a aussi un lavabo dans un coin. Tout est propre et tenu avec soin. René se lève, se lave et va déjeuner. Bonjour ma tante, dit René, j'ai faim. Il n'y a plus de pain, va à la boulangerie. Ce n'est pas loin, c'est au coin de la rue. René va chez le boulanger. Je voudrais du pain, s'il vous plaît.
Il rapporte à la maison un pâteau chaud. Il rapporte à la maison un pâteau chaud. René déjeune avec du pain et du café au lait. Puis il va se promener dans la montagne en auto avec son oncle et sa tante. Tuma Indana, jeu de lecture silencieuse, un mot étant trop, cherche-le. Un mot étant trop, cherche-le. Un mot, إذا نتكلم عن كلمة, étant trop. Étant trop. نقول عن شيء بأن trop, يعني أن كثيرة. كثيرة. إذا étant trop. إذا نتكلم عن كلمة أنها تتجاوز حجمها كما نقول étant trop. Cherche-le. يعني ابحث عنها. إذا كلمة بحال تنقولوا حنا بالدارجة بزاف. واحد الكلمة بزاف. باش تكون في المعنى ديالها الحقيقي. Cherche-le. ابحث عنها. نأخذ الجملة الأولى مثلا. Nous prenons la première phrase. Pour faire une auto en bois. لعمل سيارة بالخشب جو برون دي بلونش إذا نأخذ أخشابا نأخذ جو برون أنا أخذ طبعا لغة بروندر دي بلونش أخذ قطع خشب دي كلو ثم أخذ مسامير طبعا رأينا قبل قليل إن بوينت ذكرنا بأن لو كلو يعني مسمار طبعا هنا عندنا دي كلو مسامير إن بوار ثم نأخذ إجاصة لصناعة السيارة من الخشب هل سنحتاج أيضا إلى إجاصة أي إن بواغ طبعا هذه هي الكلمة كي أونترو إذا هذه الكلمة أنها كثيرة على هذا المعنى لصناعة سيارة من الخشب سنحتاج فقط إلى قطع خشبية وإلى مسامير ثم إلى مطرقة إلى غير ذلك ولكن أن تكون ضمنها إن بواغ ولا ستامو أونترو إذا نتكلم عن كلمة أونترو أنها كثيرة كثيرة على هذا المعنى Pour la deuxième phrase Pour écrire une lettre je prends une plume un marteau et de l'encre Pour écrire une lettre لكتابة رسالة je prends أنا أخذ une plume ريشة un marteau مطرقة et de l'encre ثم مداد ثم المداد لو مو اونترو ان مارتو اذا الكلمه الكثيره هي ان مارتو pour la troisième phrase pour déjeuner من اجل الفطور pour déjeuner من اجل الغداء او الفطور j'achète du pain انا اشتري خبزا du fil de fer وخيطا من الحديد اش غندير به du fil de fer et du beurre ثم الزبدة لو مو اونترو سي دي فيل دو فير طبعا هذه الكلمة التي تتجاوز حجمها طبعا في هذه الجملة دي فيل دو فير طبعا سنحذف هذه الكلمة بور لا كاتخيام فراز بور مو كوشي من اجل ان انام il me faut un lit اذا يلزمني سريرا il me faut un lit يلزمني سريرا ديدغا ثم أغطية et un seau d'eau ثم سطل من الماء إلا بغيت نعس سطل ديال الملاش لو مو اونترو سي ان seau d'eau إذا طبعا سنحذف هاد الكلمة طبعا هي كلمات ولكن المقصود بها هذاك الشيء طبعا اللي هو سطل من الماء نو باسون à la cinquième phrase pour me laver من اجل ان اغسل je prends de l'eau انا اخذ من الماء du beurre et du savon ثم اخذ من الزبده et du savon ومن الصابون طبعا انا باغي نغسل الزبده لاش et du beurre طبعا le mot entre c'est du beurre إذا الكلمة الكثيرة بمعنى آخر الكلمة الكثيرة على هذا المعنى هي دي بور طبعا من الزبدة لأن هذه الكلمة ليس هذا موضوعها هنا إن برونون فا لا سيزيام فراز جي سواف
أنا عندي عطش. Je vais chercher un verre. Je vais chercher un verre. أنا سأبحث عن كأس دولو et de l'encre. سأبحث عن كأس دولو ثم أبحث عن الماء et de l'encre وعن المداد وعن المداد. J'ai soif. أنا عطشان. طبعا عطشان سأبحث عن ماء أشربه. إذا سأبحث عن ماء أشربه. إذا je vais chercher un verre. سأبحث عن كأس دولو ثم أبحث عن الماء et de l'encre وأبحث عن المداد. طبعا المداد يصلح للكتابة ولا يصلح للشرب. إذا طبعا لو مو أنترو دو لونكر دو لونكر. إذا طبعا سنحذف هذه الكلمة من هذا المعنى لأن لا توافقه. إذا هذا فيما يخص هذه الفقرة. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.